السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم، السودان ديال على اليوتيوب، ندعوك للاشتراك والانضمام الينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. تصل اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء امس الاربعاء وحتى صباح اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020. تنويه: أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار الكويتي 712 جنيه، الدينار البحريني 565 جنيه، الريال العماني 550 جنيه، الجنيه الاسترليني 315 جنيه، اليورو 295 جنيه، الدولار الأمريكي 250 إلى 252 جنيه، الدينار الليبي 74 جنيه، الدرهم الإماراتي 68 جنيه، الريال القطري 69 جنيه، الريال السعودي 67 جنيه، الجنيه المصري 15.50 قرش. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.